هاد لي بانكيكس عملتهم خصيصا للوليدات الصغار لان كيحماقوا عليهم، وخصيصا من اصغر متتبعين ديالي اصغرهم اللي عندي في لاشين ديالي هي فردوس خديجة وسيرين. ربي يخليهمكم يفرحكم بهم الامهات، ربي يخليهمكم ونتمنى يعجبوهم. انا نورمالمون كنت غنعمل لهم بونتي وهما يتسناوني راه غنعمل لهم بونتي وما عرفتش واش كيعجبهم شوكولا بونتي عليها، باش قلت نبدا بالبانكيكس ومن بعد غنعمل لهم ان شاء الله بونتي وغنعمل لهم سنيكرز ان شاء الله يا ربي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم قناه بريستيج نسرين مع وصفه جديده وفيديو جديد. نتمنى تكونوا بصحه جيده ان شاء الله. اليوم جبتكم الوصفه البانكيكس اللي كيحماقوا عليها الدراري صغار كلهم. مكونات موجوده هي في كل دارنا، هادو فيديوز ديالي دائما كلشي متوفر في المنزل حاليا مع المده ملي تولفوني، وهذا غنبداو نزيدو في الدرجات ان شاء الله يا ربي. مرحبا بكم. المهم نبداو بسم الله على بركه الله. عندنا جد كيسان بالدقيق، عندنا بالقياس ديال جد كيسان دقيق هي 200 غرام ديال الدقيق. المهم جد كيسان دقيق انا تعمدت نعبر لكم باش كلشي يكون عارف القياس، حيت كاين بعض النساء ما عندهمش الميزان في الدار. المهم جد كيسان ديال الدقيق، كاس ديال الحليب دافئ شويه، الا كان عندك في الثلاجه خصو يكون دافئ شويه. عندنا هنايا الزبده مذوبه، انا هنايا عامله الزبده مع الزيت، وانتوما كيبقى لكم الاختيار بغيتي تعملها كامله زبده بغيتي تعملها كامله زيت. المهم هنايا غنعمرها لكم بالمغارف باش تعرفوا القياس، هي 30 غرام ديال الزبده او الزيت، المهم اللي بغيتو 30 غرام. انا غنعبرها بالمغارف باش تعرفوا القياس. هنا ساشي ديال فاني، قبيصه ديال الملاح، معلقه كبيره ديال السكر، ساشي د الخميره 7 غرام، وجوج د البيضات. نبداو بسم الله على بركه الله. غادي نضيفو سكر فاني، غنضيفو سكر وملحة، ما نحتاجو لا طراب كهربائي ولا والو، غير الطراب يدوي أو الفورشي وباش ما عطا الله مهم تخدموها. غندمج البيض مع السكر، غادي نحطو الزيت والزبدة اللي عملت، واحد جوج ثلاثة المغارف د الزيت والزبدة ثلاثة. دابا غنضيفو الحليب، غنضيفو الدقيق،
وخميرة خمارة. كنضيفو كاس ثاني ديال الدقيق، ها الخليط. دابا غنبداو نطيبو. سخنا المقلة، هذه هي نتيجة البانكيك. انا بالنسبة لي نعمت له شوكولا حيت وليداتي كيعجبهم شوكولا، واللي كيعجبو العسل ولا كونفيتور كل واحد كياخدو كيما بغا هو. وبصحة والراحة، ونتمنى يلقاكم الفيديو ديالي بأحسن الأحوال. بالنسبة للناس الجداد اللي كيتفرجوا في الفيديو ديالي، ما تنساوش تابونا وتعملوا لايك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. أما المتتبعين ديالي ما تنساوش تشاركوني الوصفات ديالكم، إما في الانستغرام وإما في الفيسبوك فاش ما بغيتو. وما تنساوش تعملوا لي اللايك، وشكرا. إلى الفيديو المقبل إن شاء الله. بالنسبة للمتتبعين ديالي اللي طلبوا لي، اللي سردوا لي في انستغرام وفي سناب وفي الميسنجر بغاو الوصفات، كونوا على يقين غنعملو لكم كاملين داكشي اللي طلبتو إن شاء الله على راسي وعيني. وما كرهتش اللي بغى شي حاجه يكتب لي في الكومونتير ديال اليوتيوب، يا يصيفط لي في انستغرام بحال اللي عملوا الاخوات الكريمات. وشكرا بزاف للمتتبعين ديالي اللي كيجربوا الوصفات واللي كيدعموني بلايك. شكرا بزاف اللي يقولوا هنحبابهم باش يتابوناو عندي ويفعلوا الجرس. شكرا بزاف ليكم كاملين بدون استثناء، الناس اللي عندي مابونيين كاملين. شكرا بزاف. بالنسبة لهذا الفيديو، هاد لافوطو اللي غتبان لكم طويلة، غسمحوا لي سي ضروري نكمل 10 دقايق، غا خدمنا عليا سمح بابي دابا.